أنا رائد الأعمال إلي خوري، الرئيس التنفيذي لشركة فيفيوم القابضة. السبب اللي خلاني أكمل شارك تانك سيزن 2 هي نجاح سيزن 1. بفتكر السيزن الثاني حتكون أنجح لأنه صار الناس تعرف ورجال الأعمال يعرفوا أنه في شارك تانك موجود بالإمارات، وشارك تانك هو لنمي منطقاتهم لساعدهم على النجاح. 3 مليون درهم، 600 ألف درهم. أحب استثمر بفاوندرز مثلك، لازم نلاقي حل. أنا بساعدكم معك. أنا ما بستثمر بالأفكار بس، بستثمر بالناس. 2,375,000. إذا أنت محل بتستثمر بهالشركة، 2 مليون درهم مقابل 10% من أرباح الشركة. نحن هون منا دولفينز، نحن شاركس. انتظرونا في شارك تانك دبي في الموسم الثاني على قناة دبي. شارك تانك دبي الموسم الثاني، الخميس 10:30 مساء بتوقيت دبي، معا في دبي.